عقدت فقط. إذا قبل متابعة كلمة الوزير أو وزير التربية الوطنية عادل الحكيم بالعبد، إذا منذ لحظات كان قد أعطى إشارة الانطلاقة الرسمية لامتحانات شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2023. إذا هذه الدورة تدوم 3 أيام وعرفت ارتفاع في عدد المترشحين مقارنة بالسنوات الماضية، لأن أزيد من 800,000 تلميذ، وبالضبط 861,000 منهم 52% إناث و 48% ذكور، موزعين على 2,967%. إذا لحظات فقط وستبدأ الندوة الصحفية لوزير التربية بخصوص تفاصيل امتحان شهادة التعليم المتوسط. إذا صور تأتينا مباشرة من ولاية سمسيلت، أين أعطى وزير التربية الوطنية إشارة الانطلاقة الرسمية. والصلاة والسلام على رسول الله. نتواجد الآن في ولاية سمسيلت، ولاية ثورية، لنسعد ونتشرف بإعطاء إشارة الانطلاق، وتصغون معي إلى جرس انطلاق امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2023. ظروف انطلاق الامتحان هي ظروف جيدة عبر كل يعني مناطق الوطن، عبر كل الولايات. كل الظروف التنظيمية يعني والشروط التنظيمية والتربوية والأمنية واللوجستية تم توفيرها في إحكام، كما قلت يوم الأمس كذلك في مجلس الوزاري المشترك المعقد يوم 16 ماي 2023. كل مخرجات هذا المجلس الوزاري المشترك الذي ترأسه السيد الوزير الأول تم تنفيذها وتنصيبها، وكل الدوائر الوزارية الشريكة معنا في تنظيم هذه العملية بشكل مباشر وغير مباشر قامت بدورها كما يجب. كذلك تحية لكل الأجهزة الأمنية التي قامت بدور كبير في تأمين وتنظيم هذا الامتحان من حيث جوانبه الأمنية. الآن نتابع إن شاء الله انطلاق الامتحان من هذه الولاية ومن كل ولايات الوطن، ونتمنى التوفيق في هذا الامتحان لأبنائنا إن شاء الله. قال الوزير يزيد فطن من الإذاعة الجزائرية، إدراج اللغة الإنجليزية في الدور الابتدائي والانتقال إلى مرحلة تكوين الأساتذة في الجامعات، وأين وصلت هذه الخطوة؟ شكرا جزيلا على السؤال الوجيه. تعلمون أنه ابتداء من السنة الدراسية الحالية تم بقرار من السيد رئيس الجمهورية تم إدراج اللغة الإنجليزية في التعليم الابتدائي، وهو إجراء استراتيجي هام ومفيد جدا وإضافة كبيرة للنظام التربوي الجزائري، ولحرص السيد الرئيس حرصه الشديد على يعني رص أركان هذه اللغة في النظام التربوي الجزائري. كان هناك قرار في مجلس وزراء اليوم الأحد 28 من شهر ماي، أين لبنة أخرى تضاف لتقوية وجود هذه اللغة في التربية الوطنية وفي التعليم الابتدائي، هي الشروع في تكوين أساتذة على مستوى المدارس العليا، الأساتذة متخصصين أساتذة التعليم الابتدائي للغة الإنجليزية بشكل فوري. وستشرع هذه الجامعة هذه المدارس بحول الله بداية من الدخول الجامعي المقبل في التدريس المتخصص لأساتذة يعني لجامعيين موجهين إلى حرفة التعليم وموجهين إلى تدريس اللغة الإنجليزية في الابتدائي. فهذه إضافة كبيرة واستراتيجية وحاسمة لتثبيت هذه اللغة بشكل صحيح وبشكل دائم وبشكل فعال في النظام التربوي الجزائري. شكرا. إذا الشكر لله أنه الجزائر
قامت بنقلة نوعية في التقييم في منظومة التقييم المدرسية. هذا يدخل في إطار برنامج السيد الرئيس وفي مخطط عمل الحكومة بإعادة النظر في منظومة التقييم المدرسية، وبالفعل شرعنا في هذا من البداية ومن الأصل ومن المهد، وهو إعادة النظر في ما كان يسمى في السابق بامتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي الذي أصبح الآن يسمى بامتحان تقييم المكتسبات، وهي تجربة ويعني هي آخذة في يعني في 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 الانتقال من منظومة التقييم من منظومة نقطية، منظومة قد تخفي أشياء، منظومة تقييمية قد تخفي أشياء في مراحل يعني أولى من التعليم، إلى منظومة تكتشف الاختلالات والأمور التي لم تكتسب لتداركها وتأمين نجاح ومسار دراسي أطول لأبنائنا. رأيتم كلكم تصريح السيدة المديرة الإقليمية للصندوق الوطني للأمم المتحدة أين قالت بأن الجزائر هي في الريادة في هذه التجربة الجديدة والتجربة الهادفة التي تستعملها دول متقدمة جدا متطورة في أنظمتها التربوية، وبالتالي أبدت هذه السيدة المديرة أولا إعجابها وثانيا رغبتها في أن تقتدي بعض الدول بما فعلته الجزائر. فنحن الدولة الوحيدة في 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 دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذين انتهجنا هذا النظام التقويمي الحديث، وإن شاء الله هو بوادر النجاح في هذه العملية بدأت تلوح في الأفق، وسنقوم في بعض أيام قليلة بتقييم هذه التجربة والإصغاء الأولياء الأساتذة المديرين الشركاء الجميع لتحسينها وتطويرها وجعلها تنظم بأكثر فعالية وبأنجع السبل إن شاء الله. صباح الخير مريم والي من قناة الوطنية. معالي الوزير، رغم الإجراءات الوضعية الصارمة التي اتخذتها وزارة التربية في إطار التصدي لظاهرة الغش وضمان السيرورة الحسنة ونزاهة الامتحانات الرسمية، إلا أن الظاهرة لا تزال تشوش على التلاميذ وعلى سيرورة الامتحانات، هل من إجراءات وضعية إضافية ترافق الدورة الجاية؟ شكرا سيدتي. والله من غشنا ليس منا، ورأيتم في الدورة السابقة دورة 2022 أنها الظاهرة أخذ آيلة إلى زوال بفضل النصوص القانونية التي أصدرتها الحكومة، وكذلك بفضل الإجراءات الصارمة والملحة والشاملة التي تقوم بها الدولة الجزائرية لمحاربة هذه الظاهرة، سواء الغش بكل من حيث ما أتى، ورأيتم كذلك أنه ابتداء من السنة الماضية وهذه السنة كذلك نصبت لجان على مستوى لجنة على مستوى كل ولاية ترأسها النائب العام للولاية ومدير التربية عضو فيها، والمصالح الأمنية المديرية العامة يعني المديرية العامة للأمن الوطني قيادة الدرك الوطني الأمن الداخلي كلهم حاضرون في هذه اللجان ويتابعون، وتكون هناك أحكام يعني إجراءات فورية. ولكن أطمئنك سيدتي هذا ليس من أخلاق المدرسة وليس من أخلاق الجزائريين، وهي ظاهرة محدودة وأخذ في الزوال، ولن نكف على محاربة هذه الظاهرة وملاحقتها وملاحقة كل من يريد التشويش على أبنائنا في ظرف حساس، في ظرف يكون الإبن مركز أو التلميذ مركز على الامتحان، يأتي بعض العابثين للعبث بالمجهود، مجهود التلميذ، مجهود الولي، مجهود الدولة، وبالتالي سنكون صارمين جدا في هذا الأمر. صباح الخير سيد الوزير، تحدثتم في محطاتنا السابقة عن توجه نحو إصلاح نظم الامتحانات النصفية، ما هو يعني الملمح الذي قد تكون في هذا السياق؟ ثم أين وصل المشروع رقمنا في القطاع السيد؟ شكرا. بالنسبة لتحديث نظم التقييم كنا نتكلم قبل قليل على امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي وإعادة نظر وتصويب وتقويم هذه المنظومة التقييمية، وسيتدرج منطقيا ومع السنوات ليصل إلى البكالوريا، هذا من جهة. كذلك هناك توجه بالنسبة للمنظومة ككل إلى الذهاب إلى التخصصات العلمية وعلى رأسها الرياضيات. سنقوم إن شاء الله بحوله في الدخول المدرسي المقبل من إعطاء الفرصة أكثر لكل من لديهم قدرات في المواد العلمية وعلى أصيها الرياضيات، والذين يرغبون في التوجه إلى شعبة الرياضيات سنساعدهم،
وأعطينا التعليمات لذلك. كذلك بالنسبة للثانوية للرياضيات سيتم زيادة في تعداد التلاميذ الذين سيسجلون بها، هذا كله تماشيا مع سياسة الدولة وتماشيا في يعني تنسيق داخلي بالنسبة للمنظومة التعليمية لبلادنا. تعلمون أنه على مستوى التعليم العالي والبحث العلمي تم يعني إنشاء مدرسة وطنية عليا للرياضيات، مدرسة وطنية عليا للذكاء الاصطناعي، ومدرسة وطنية عليا كذلك للتكنولوجيات المتقدمة. كلها هذه هي إجراءات ترمي إلى الانتقال وإلى دعم التجهيزات العلمية خدمة للمجتمع والاقتصاد الوطني. Bonjour. Oui. Si je me permets, je deux, trois questions. Oui. Mais donc, la première question, vous avez choisi des soucis pour ce lancement du coton officiel des examens du BUM. Des soucis sur une wilaya qui a bénéficié, comme d'autres, comme je l'ai d'ailleurs, qu'on va visiter ce soir, d'un programme complémentaire de la part du gouvernement. Ma première question, c'est de savoir qu'on est-il des actions réalisées à des soucis qui a dans le cadre de ce programme complémentaire. Ma deuxième question concerne, quand même, on a vu cette année, c'est une année assez riche en événements, assez riche en engagement aussi, en matière non seulement de processus de scolarité lui-même, mais également des autres vidéos, si vous permettez, qui entourent un petit peu la famille de l'éducation, notamment la drogue. Il y a eu toute une campagne de lutte contre ce problème, donc les actions, un commentaire là-dessus, le dossier sur la lutte, est-ce qu'elle va se poursuivre et comment? La troisième question concerne l'enseignement de Temesia. Où en est l'enseignement de Temesia? Et dernière question. Donc quatre. Dernière question, si vous permettez, du secteur de l'éducation se distingue par une panoplie d'organisations syndicales. Oui. C'est bien, effectivement, de la discussion jaillit la lumière. Est-ce qu'il y a rien, justement, est-ce qu'il y a une concertation qu'on étudie de l'organisation en la matière? Merci, monsieur le ministre. Je vous remercie beaucoup, mais je vais vous faire une question. بالنسبة لاختيار ولاية تسمسيلت كزيارة واختيار كذلك زيارة ولاية خنشلة بعد هذه الظاهرة إن شاء الله في إطار الإشراف على انطلاق الامتحان، أولا يعني كما تعلمون اليوم سنزور إضافة إلى هذه الولاية الثورية والمجاهدة ولاية الغواط مع نحضر الانطلاق يعني الاختبار الثاني، ثم نحضر بحول الله إلى انطلاق الاختبار الثالث على مستوى ولاية خنشلة. البرامج الاستثمارية كما تعلمون هي وطنية، وشرعت الحكومة في التنقل إلى ولاية للوقوف ميدانيا ومحليا على مدى التكفل بالاستثمارات والإصغاء إلى كل فعاليات المجتمع المدني وإلى كل الفاعلين على مستوى هذه الولايات لترشيد يعني ترشيد استعمال النفقات والاستزادة في التنمية ولإعطاء كل مشروع ما يستحقه من تأطير ومن اعتمادات لكي يعني يتم تدارك ربما بعض التأخر الذي سجل سابقا في هذه الولايات. هذا بالنسبة لسبب الزيارة يعني، وإحنا نزور ولاية أخرى وسنزور كذلك في البكالوريا ولاية أخرى. بالنسبة لسؤالكم الثاني، بالنسبة للتعاطي المخدر لي لي فليو، وي لي فليو بون، قضية المخدرات وقضية المؤثرات العقلية، الدولة عقدت العزم على محاربتها في كل يعني مناحيها وفي كل جوانبها، والمدرسة تقوم حاليا بحملة تحسيسية متواصلة لثني يعني لتجنيب ولتأمين الوسط المدرسي من هذه الآفة. كل المجتمع الجزائري مدعو لتكتف الجهود لمحاربة هذه الظاهرة بكل الوسائل المتاحة والسبل المتاحة. كذلك نقوم بعملية تحسيسية كبيرة، ومشكورين الأساتذة ومستشاري التوجيه المدرسي والمهني والذين هم أخصائيين نفسانيين، وكذلك رؤساء المؤسسات، وكذلك أولياء التلاميذ والشركاء الاجتماعيين في كل ما يقومون به بالتوجيهات التي أسديناها.
ونحن مستمرون في هذا العمل. وهناك كذلك سننظم إن شاء الله في هذا الشهر يوم 17 من الشهر الجاري سننظم يعني حدث رياضي كبير وطني يشارك فيه كل يعني في كل ولاية تشارك فيه بعدد من التلاميذ. هي بطولة رياضية ننظمها يوم 17 أين تشارك فيها كل ولاية، وأين يكون شعارها نعم للرياضة لا للمخدرات. وستحضرون معنا إن شاء الله في فعالية هذا اليوم، ستوجه لكم الدعوة. وكذلك في الدخول المدرسي سنواصل في هذا العمل لمحاربة هذه الظاهرة، سواء كمدرسة وكتلاميذ، سواء كذلك كالتربية. هي موجودة في أوصال المجتمع، وليست هناك أسرة ليست لديها علاقة بالمدرسة، وبالتالي فنعمل كحامل للقيم الوطنية وللأخلاق على مستوى الأسر بالتعاون مع الأولياء، لكذلك تحسيس الأسر وتحسيس كل المجتمع. وإن شاء الله مجتمعنا لديه من الوعي ما يكفيه لتأمين نفسه من هذه الظاهرة الغريبة على وطننا. السؤال الثالث، سنعطني ربع أسئلة. الأمازيغية، قبل بالنسبة لتدريس اللغة الأمازيغية، احنا كنا في ندوة تقييم الدخول المدرسي وتحضير الدخول المدرسي اللي درناها عندها قرابة شهر ونصف. كنا دعونا السيد الأمين العام للمحافظة السامية الأمازيغية، وخصصنا ورشة من ورشات هذه الندوة الوطنية التي حضرها كل مدير التربية، لأولا وضع يعني النظر في وضعية تدريس اللغة الأمازيغية، ثانيا النظر في كل السبل والكيفيات والآليات لترقية تدريس هذه اللغة الوطنية والرسمية وتعميمها والاستزادة في تأطيرها بما يليق بها في بلادنا. نومي اسمح لي ابارامو يدرس من كيسيون اليزي 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 وي وي. احنا بالنسبه للشركاء الاجتماعيين نعمل مع الشركاء، ونشكر الشركاء في هذا اليوم اولياء تلاميذ ونقابات الذين شاركوا بصفه فعاله في تامين واستقرار القطاع، شاكرين لهم كل تدخلاتهم الموفقه. وسنعمل مع الشركاء على العدد الكبير لهذه النقابات، تفاعلنا معه وعملنا مع الشريك الاجتماعي بكل مسؤولية وبكل إصغاء، والكثير من الإشكالات تم حلها بالتنسيق والعمل مع الشركاء الاجتماعيين. الشركاء الاجتماعيين في قطاع التربية هم جزء لا يتجزأ من قطاع التربية، نعمل معهم إن شاء الله لأجل صالح ولصالح القطاع ولصالح الأولياء ولصالح التلاميذ. شكرا، بارك الله فيك في هذا السؤال، وأنت تلفت انتباهي إلى الحديث على أمر مهم. بارك الله فيك. أولا رأيتم أنه تم إقرار حماية الأستاذ والمعلم قانونا، وبالتالي فهذا مكسب، وهذا كان مطلب كذلك للأساتذة. فالحمد لله رب العالمين أنهم الآن جاءت مواد إضافية في قانون يحمي الأستاذ ويحمي المعلم. ودور الأساتذة والمعلمين معروف ومشهود له، وبالتالي فهم الركيزة. وتعلمون أنه السيد رئيس الجمهورية الأستاذ أسماه بالمربي وأعطاه المرتبة اللائقة، وهناك قانون أساسي إن شاء الله سيتم الإفراج عنه، أين تكون هناك مكاسب كثيرة لكل مكونات القطاع المنتمية للسكن الخاصة بالتربية الوطنية وعلى رأسها الأستاذ. فالأساتذة قاموا ويقومون بدورهم، ونحييهم في هذا اليوم لكل ما قاموا به، وندعوهم إلى المزيد لإن شاء الله إعطاء كل فعالية للنظام التربوي الجزائري. نعم، بالنسبة للمخلفات، شكرا. بالنسبة للمخلفات، كل مخلف يعني هذه نقطة أعطيناها أهمية كبيرة وكبيرة جداً.
أولا لأنها حق لأصحابه، آتوا الأجير حقه قبل أن يجف عقله. ثانيا لأنها سبب استقرار وسبب هدوء في القطاع، وبالتالي فكل المخلفات المتبقية بعنوان سنة 2022 سيتم الانتهاء من صرفها بتاريخ 30 ماي 2023. بالنسبة للمخلفات الناجمة عن العمل في سنة بعنوان سنة 2023 سيتم تسويتها كليا قبل إذا المشاهدين كانت هذه تصريحات وزير التربية عبد الحكيم بالعابد على هامش انطلاق امتحانات شهادة التعليم المتوسط من ولاية سمسير.